كيف؟ الحمد لله تمام. منورانا. ميرسي قوي. ازاي بتتعاملي مع اولادك في الصيف؟ اولادي في خليهم يعملوا ايه؟ انا مبدئيا مش بغير خالص الروتين بتاع ايام الدراسه، يعني بننام بدري، بناكل اكل صحي. هم عارفين ان ده مش عشان المدرسه، ده علشان صحي ليهم، مصلحتهم. مصلحتهم بالظبط. بحاول بقى في الصيف اديلهم تاسك صغيره كده جديده، بما اننا عندنا وقت اكتر في الصيف. أيوة. يعني مثلا كل واحد يصحى يوضب سريره، يعمل ساندوتش لنفسه بس وانا معاه. طبعا لازم تبقي معاه. اعتقد كده هيحبوا ايام المدرسه اكتر. بيحبوا اللعب في المطبخ. بنخترع بقى مع بعض، نعمل بيتزا، نعمل حاجات، شويه تاسك كده صغيره، بس بحاول ان هم يكونوا مستقلين على قد ما اقدر. المعنى بتاعي حضرتك وورلد ورك شوب، ان انا بحاول اعمل كورسات توعيه للاطفال، توعيه من ناحيه بقى السيفتي جوه البيت، بره البيت، لو تاه يتصرف ازاي، لو حد اتحرش بيه يبلغ ازاي، يعبر عن مشاعره ازاي ان هو من مثلا. من سن كام يا استاذ؟ من 3 سنين ل7 سنين. بس كمان في دلوقتي بشتغل على ورك شوب للاطفال الاكبر، بعمل لهم حاجات عن الفاينانس، ازاي يديروا المصروف بتاعهم. الله. ازاي يتحكموا في مشاعرهم لو هو مثلا زعلان. يعني كل المشاعر مقبولة بس مش كل التصرفات مقبولة. أستاذة مريم، حلو الجملة. ده مش ضغط على الأطفال من المدرسة وامتحانات لأجازة وبعدين كمان بتشيليهم الحاجات دي كمان؟ لا، ما هو لازم يطلعوا بيعرفوا يتصرفوا برضه. بالعكس، هو سكيلز، دي سكيلز فور لايف. يعني احنا بنعلمهم ازاي لما يبقى زعلان يهدي نفسه، ما يتنططش ويترمي في الأرض ويرفض الحاجات دي ويتعصب. ان احنا بنشوف حتى ناس كبار دلوقتي وهي سايقة مثلا بتبقى متعصبة قوي. يعني فمن هم صغيرين يعرفوا يعملوا كنترول على نفسهم. حلوه الفكره دي. طيب مريم، هنجيلك انت. اوكي. مجال شغلك ودراستك، هل كان ليه علاقه بالمجال اللي انت فيه دلوقتي؟ يعني او لا. مجال دراستي انا أو كنت لا. مجال دراستي انا كنت دخلت كليه سياحه، كنت حابه قوي ان انا ادرس عن العادات والتقاليد بتاعت كل بلد وبيعملوا ايه وبيفكروا ازاي وايه الاختلافات بيننا وبينهم. بس كان دايما في الباك جراوند كده، والطفل هيعمل ايه؟ يعني لما يجوا يتفسحوا الطفل هيتبسط ازاي؟ يعني لما بعد كده عملت ماسترز في ايطاليا، كنت برضو بفكر، كانت تعاون بين جامعه حلوان وجامعه باليرمو، حاجه ليها علاقه بالهندسه والسياحه. فكنت بفكر برضو واحنا بنعمل مبنى سياحي ايه الترفيه للطفل. بعد كده خلصت الدكتوراه بتاعتي هنا في جامعه حلوان. بس الدكتوراه علمتني برضو ازاي ادور على المعلومه الصح واقدمها بطريقه سهله. فده فادني في موضوع الاطفال. واتجهتي بعد كده لانك تعملي الفكره دي؟ انا خلفت اول طفل ليا، بين كان عندي اكتئاب حمل، كان صغير قوي، فكنت حاسه ان انا لازم احميه طول الوقت. فطول الوقت ببص عليه، ما اخليش حد يشيله، ما اخليش حد يبوسه. لقيت ان هو عنده كام سنه دلوقتي؟ 5 سنين. ده اكبر واحد ما شاء الله. انت عندك 3 اطفال وهم السبب في كتابتك او اتجاهك للمحتوى ده، مش كده؟ تمام. فاول ما خلفته كان عندي